امبارح الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرو وجه رسائل هامة جدا للعالم. اعتقد انها دعوة لقادة العالم اجمع علشان يكون هناك عقل ويحقنوا دماء الفلسطينيين من الناحية الإنسانية على الأقل. الرئيس السيسي قال في مجموعة من رسائله أثناء هذا المؤتمر كان أبرزها هو ضرورة احتواء الأزمة وعدم تصعيدها وإدخال المساعدات وتخفيف التوتر والسعي إلى عدم دخول أطراف أخرى للنزاع. وحذر الرئيس السيسي من حدوث اجتياح بري لقطاع غزة قد يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا، ويكفي أننا نتحدث عن 6000 من المدنيين سقطوا حتى الآن في غزة، وهذا هو المعلن، نصفهم من الأطفال. أهمية إتاحة الفرصة وفرض تهدئة تسمح بدخول المساعدات وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لأنه من الجانب المصري مفتوح من أول يوم، والوقت إتاحة الوقت كمان للعمل على إطلاق المزيد من الرهائن والأسرى في القطاع. هنشوف جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء المؤتمر الصحفي، والحين ما تجهز هذه الكلمة معانا مداخلة مع الكاتب الصحفي إسلام عفيفي. أستاذ إسلام برحب بيك معانا يا فندم في التاسعة. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا أستاذ يوسف. أهلا بيك يا فندم. رسائل اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مؤتمره الصحفي امبارح مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو هي رسائل بتؤكد عليها مصر دوما من بداية الأزمة. احنا اتفضل يا فندم. بالتأكيد هناك ثوابت للدبلوماسية الرئاسية والسياسة المصرية الخارجية فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا الإقليم والقضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية التي تحدث عنها الرئيس باعتبارها أم القضايا والقضية الرئيسية والقضية المركزية لنا كمصر ولنا كعرب ولنا في المنطقة والإقليم، وبالنسبة للعالم هي القضية المعلقة على مدار التاريخ منذ 75 عاما. ده أولا. ثانيا، الرئيس وصف بعبارات واضحة. خليني قبل ما أقول توصيف السيد الرئيس للقضية بقول ان هناك توجه ثابت في السياسه المصريه مجتمع السيد الرئيس مع مجلس الامن والدفاع مجلس الدفاع والامن القومي وقال ان احنا يعني او احد مخرجات هذا الاجتماع ضروره وحرص مصر على العمل مع الشركاء الدوليين والاقليميين فيما يتعلق بالقضيه، وفي هذا الإطار تتحرك مصر بشكل مكثف وشكل دؤوب وشكل دبلوماسي يعني غير مسبوق الحقيقة، يعني عملية دبلوماسية مضنية تقوم بها مصر للتواصل مع كل عواصم العالم والقادة والزعماء لحقن الدماء والتهدئة وعدم التصعيد وعدم اتساع المواجهة خارج هذا النطاق ودخول أطراف أخرى مما يعقد الأمور أكثر في المنطقة وفي الإقليم. السيد الرئيس وصف القضية بعبارات محددة حينما قال إن القطاع تحت الحصار منذ 7 أكتوبر بلا كهرباء ومياه ووقود، وأن هذا الأمر أدى إلى تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية. نعم، ده هياخدني أستاذ إسلام للمسار الإنساني اللي مصر بتأكد عليه من 7 أكتوبر زي ما حضرتك قلت، وهو المسار الإنساني فيما يتعلق بدخول المساعدات لأهلينا في غزة وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وطبعا ده دور لا ينعزل تماما عن الدور الدبلوماسي اللي مصر بتعمله من اتصالات تلقاها الرئيس أو أجراها الرئيس أو قمة القاهرة للسلام اللي كانت يوم السبت الماضي. ولكن إذا كنا بنتكلم في هذا الإطار، إطار المسار الإنساني والمؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي، هو أعلن كمان ماكرون عن نيته أو استعداده لإرسال مساعدات وسفينة مستشفى لأهالينا في غزة. صحيح، خلينا نقول وأكد على كلام حضرتك يا أستاذ يوسف إن المسار الإنساني، من أجل هذا المسار مصر تسخر كل إمكانياتها وطاقتها وحريصة ومصرة على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمساعدات الطبية. ومصر خصصت مطار العريش بشكل أساسي لاستقبال
مساعدات من كل دول العالم. ايضا مصر كانت لها الاسبقيه في مساله الشاحنات التي تم اعدادها من التحالف الوطني الاهلي المصري، فيما يقدر ب1000 طن من المواد الاغاثيه. ايضا التحالف لوحده التبرع بالدم اللي تم اطلاقها استجابه للسيد الرئيس وتوجيهاته، وكانت يعني تعتبر اكبر حمله للتبرع بالدم في مراكز كثيره جدا، وبيتم التعاون فيها مع بنك الدم المصري، الهلال الاحمر المصري، الكوادر الطبيه المصريه. مصر لا تتاخر ولم تتخلى، وحريصه على ضروره وصول المساعدات وحفاظا على حفاظا على الارواح وحفاظا على المصابين والتعامل مع المصابين والمستشفيات، خاصة أن ثلث المستشفيات في القطاع الآن خرج عن الخدمة وأصبحت عاجزة عن أن تقدم خدماتها للمصابين والجرحى. يعني أعتقد أن وأنا يعني إحنا بنتكلم على مسألة المسار الإنساني تحديدا وبنأكد عليها، لأن هي دي نقطة مهمة جدا، يعني حتى في ظل المباحثات والمداولات والجولات لا يمكن أن نغفل الدور الإنساني وأهمية وصول المساعدات. إذا كان في هناك أصوات وأصوات يعني ضعيفة أو قليلة جدا بتقول إن هو المساعدات هتدخل إزاي لأصلا منطقة منكوبة وهتعمل إيه مع الوضع الحالي، لكن هو طبعا ما ينفعش أبدا إن احنا نتخلى عن دورنا الإنساني، ومصر هي الأولى في واجهة الاهتمام بهذا الأمر الإنساني ومساعدة أهالينا في غزة بكل الطرق كمان. لكن خليني أتكلم عن محور تاني أكد عليه أو رسالة تانية أكد عليها السيد الرئيس في مؤتمره الصحفي وبيأكد عليها دايما في كل لقاءاته وكلماته، وهي التحذير من توسيع دايرة أو اتساع دايرة الصراع في المنطقة، وده طبعا ما مش هيحصل غير بدخول أطراف تانية لمسألة الصراع. في رأيك يعني إزاي نتعامل مع مسألة المخاوف من اتساع يعني رقعة الصراع في المنطقة كلها مش في غزة بس؟ الحقيقة ان الوصول الى عملية تهدئة ووقف اطلاق فوري للنار حفاظا على ارواح الابرياء والضحايا والمدنيين اعتقد ان هي مسألة ضرورية الان اولا، وده مصر بتعمل في نطاقه وفي اطاره بقوة مع الشركاء الدوليين. اعتقد ايضا ان الصراع يجب أن يتسع، لأن المنطقة لا تتحمل كثير من الفوضى، وبالفعل هي المنطقة تعاني وشعبها تعاني منذ 2011 حتى الآن، وبالتالي ليس في مصلحة أحد أن تتسع دائرة الصراع. أعتقد أن استهداف الجنوب اللبناني واستهداف الضفة الغربية من سلطات الاحتلال والقصف واعتقال اكثر من 800 مواطن فلسطيني من الضفه، ويعني ما يحدث من مناوشات وما يحدث من قصف وما يحدث من اعتقالات، اعتقد ان هي لا تؤدي الا مزيد من التصعيد ومزيد من المواجهات، وبالتالي لابد هنا من الاستماع الى صوت العقل. واعتقد ان ما طرحه الرئيس هنا بقى ياتي دور مصر في مساله قياده المسار الدبلوماسي لطرح مبادرات فيما يتعلق بالعودة إلى مسار التفاوض واتخاذ طريق نحو السلام باعتباره خيار استراتيجي مصري وأيضا عربي. هنا نجد أن الرئيس ماكرون عقب لقائه بالسيد الرئيس يعني كان له تغريدة مهمة جدا قال فيها أن احنا أولا بنشيد بالدور المصري وبالجهود اللي بتبذلها مصر من أجل سكان في المواطنين في غزة والمدنيين. ثانيا يعني قال ان احنا جميعا، وهنا يتحدث عن المجتمع الدولي، ان المجتمع الدولي كله يجب انه يفعل ما بوسعه ليتفادى التصعيد واعداد مبادره للسلام والامن، لان ده هي جذور المشكله. وانطلاقا من كلام السيد الرئيس حول حل الدولتين باعتباره الوسيله الوحيده للتهدئه ما بين الجانبين وللتهدئه في المنطقه و يعني حقن الدماء، ويكون هناك نقطة نهاية لهذا الصراع الذي دام عقود طويلة.
هي مصر حجر الزاوية في القضية دي من بدايتها طبعا أستاذ إسلام، والتطورات الأخيرة من 7 أكتوبر بتؤكد ده، مش إحنا اللي بنتكلم عليه، العالم كله بيدور ويلف واجتماعات ومناقشات، وفي النهاية اسم مصر عامل مشترك في كل اتجاه، يعني هو لازم القضية من هنا. في الوقت ده في دعوات للحراك الشعبي في الوطن العربي كله للضغط على الحكومات بصرف النظر عن مسألة الأدوار الإنسانية اللي بتقوم بها مصر وبعض الدول المساهمة في هذا المجال، في دعوات تقف وراءها طبعا حركة حماس للحراك الشعبي. هل مسألة الحراك الشعبي لوحدها كافية لحلحلة الأزمة دي حاليا؟ يعني أعتقد عندما قال الرئيس المصري كلمته فيما يتعلق بأن إذا كنتم تريدون أن تروا الموقف المصري من مسألة التهجير الذي سيؤدي في النهاية إلى تصفية القضية تماما، فيمكن أن للمصريين أن يعبروا عن هذا الرأي، سوف ترون الملايين في الشوارع. وحصل، أعتقد أن هذه الجملة بهذه العبارة عبر الرئيس المصري عن الرأي العام المصري كله والرأي العام العربي وأيضا الرأي العام الإسلامي. العواصم العربية والإسلامية كلها، بل إن مدنا في أوروبا وعواصم أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها كانت هناك يعني مظاهرات كثيرة جدا للضغط على قادة وزعماء بعض الدول الذين يتحدثون بلهجة أو يرون الأمر بعين واحدة، وهناك انحياز واضح لسلطة الاحتلال، هناك دعم غير مسبوق ودعم في المطلق ودعم يعني على كل المستويات عسكريا ومادية. مظبوط، أنا يعني كان قصدي من طرح مسألة الحراك الشعبي إن هي كانت رسالة ووصلت بالتأكيد، لكن استمرارها ووصلت. لكن استمرارها مش حل للأزمة، يعني استمرارها ده ممكن يعني يؤدي لمشاكل تانية، يعني حضرتك فاهمني طبعا. طبعا الصراخ في الشوارع لن يؤدي إلى حل قضية بالزبط. ولكن أن تصطف الأمة كلها خلف زعامتها وقيادتها ده أولا. ثانيا كلمة عربية موحدة تخرج من المنطقة العربية، واليوم بنرى أن 9 دول عربية بتخرج بموقف موحد وتصدر 11 بند تعبر عن القضية بكل عناصرها وبكل أطرافها، تعبر عن الرؤية العربية لأول مرة منذ بداية الأزمة، رؤية عربية موحدة ده هو المطلوب، وهذا الذي يمثل نوع من الضغط على الاتحاد الأوروبي والرأي العام العالمي ومن يتحدثون لغة أخرى أو لغة تصب في النهاية إلى إشعال أو المزيد من الزيت على النار كما يقولون. مزبوط. وبالتالي أعتقد أن ما يتم من إجراءات على مستوى الرسمي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، هناك لغة تتغير في العالم حتى على مستوى الإعلام الغربي، يعني اختلفت اللغة تماما عن بدايات الأزمة، كان الحديث فقط عن المقاومة وشيطنة غزة وشيطنة المقاومة، الآن لا، هناك حديث عن أن للشعب الفلسطيني حقوق، ونرى نائبة في البرلمان في الجمعية الوطنية الفرنسية اللي هو البرلمان تتحدث بلغة وكأنها مناصرة تماما للقضية والحق الفلسطيني، نائب في أيرلندا يتحدث بكل الحماس وبكل المسؤولية وبكل الضمير الإنساني عن القضية الفلسطينية. إذن صوتنا وصل للعالم كله، وقيادتنا تتحرك في الإطار الدبلوماسي لعدم التصعيد بالزبط. وللتهدئة. يعني إحنا لازم اتفضل، إحنا لازم نأكد من هنا مع استمرار الأزمة من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة أن لا بديل عن المسار الإنساني في الوقت الحالي، وأن الحراك الشعبي هو مجرد رسالة ووصلت، وأنه هو لا يجب أن تستمر أبدا تحت أي ظرف من الظروف. والحراك الشعبي أيضا هو أكد مش نزول الشارع بس، هو الحراك الشعبي مش نزول الشارع، يعني هو توصيل الصوت على السوشيال ميديا. يا أستاذ يوسف، السوشيال ميديا مثلا وما تم نشره على مدار الايام، على مدار منذ بدء انفجار الازمه حتى اللحظه، هناك يعني عشرات ومئات من الفيديوهات، رسائل وصلت الى العالم كله بالزبط. عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبرت عنها هذه الرسائل بوضوح شديد جدا. ثانيا ان الحراك الذي تم والتحديث عن الراي الذي يتم عبر التواصل الاجتماعي ايضا يؤكد ان الشعوب خلف قادتها اولا، ثانيا ان هؤلاء القاده يعبرون عن الراي العام في المنطقه العربيه وفي الشارع العربي كله وفي قضيه
هناك مقررات دولية صادرة منذ يعني عشرات السنين، وبالتالي يعني ألا يسمع العالم يعني الاتحاد الأوروبي وأمريكا ألم يسمع؟ يعني إذا لم إذا تناسوا ما هذه يعني المقررات الدولية فليسمعوا الآن هذه الأصوات. بيسمعوا بيتناسوا وبيغضوا الطرف عن كل اللي بيحصل. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي لوجودك معنا.